نتمنوا له يعني حظ موفق في خرجته الإفريقية. إن شاء الله نتمنوا له راهم خلاص كما يقول لك لحقوا العين. J'espère que cette fois-ci, ils ont l'avantage, deux avantages. Le premier, Lyon, enfin, Redoua plutôt, il a joué à Saint-Juis. La finale, le retour à Dzaïr. Donc, je pense que la Coupe va être gagnée. Mais ils ont gagné, ils ont gagné mentalement, psychologiquement et surtout sur le plan tactique qu'on a gagné. وان شاء الله يفوزوا باليوم دومي فينال هذه ويزدوا الكاس ان شاء الله. نعم عبد الرحمن، فريق اتحاد العاصمه اللي تبع كثيرا اخبار هذا النادي، سبق وان غطيت نشاطات اتحاد العاصمه على بعد خطوه فقط من المباراه النهائيه. لا، الاتحاد اللي كان غير محظوظ في سنوات عده ضيع الكاس الافريقيه هذه، سواء كاس الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا. الفريق غير محظوظ، لكن اليوم امام فرصه لا تعوض، يعني النهائي نصف نهائي العوده هنا في ملعب 5 جويليه اللي راك تحقق فيه نتائج ايجابيه منذ بدايه الموسم، تسجل فيه اهداف عديده، حتى لما تعبر عندك فرصه انك تكون عندك افضليه مقارنه بالمنافس تاعك في النهائي، انك تلعب لقاء العوده هنا في الجزائر ايضا. نظن انه فرصه لا تعوض، فرصه قد تسمح للفريق بالتتويج بكاس افريقيا التي بحث عنها لسنوات طويل، يعني من زمان الفريق الاكثر غير محظوظ يعني والاكثر مشاركه في الكؤوس الافريقيه في الجزائر، يعني النادي الجزائري الاكثر مشاركه في المنافسات القاريه، لكن ما كانش عنده الحظ انه يتوج ولا لقب، لكن نشوف انه هذه الفرصه لا تعوض على اللاعبين غدا، يعني مباراه انا نقول هي مباراه الاهم في تاريخ النادي في اخر 5 6 سنوات، لانه الفريق ما وصلش لمرحلة مماثلة ويملك كل الفرص من أجل العبور إلى النهائي إن شاء الله. الفريق غير محظوظ، حسين العرفي كذلك، حسين العرفي غير محظوظ لتضييع لقب رابطة أبطال إفريقيا سنة 2015 أمام نادي تيبي مازامبيا الكونغولي. وي سي فري، دوكا كيما نقولوا احنا اليوم الجمهور تاع اتحاد العاصمة راهو متفائل من أكثر من أي وقت مضى، لاخاطرش اليوم هما عاشوا هذيك الخيبه امل اللي كانت في 2015 بعد ان وصلنا للنهائي وما فزناش بها، كانت خيمه امل كبيره للجماهير تاع اتحاد العاصمه، ولكن اليوم التاريخ يعاود نفسه. اليوم في 2023 اليوم الفريق راهو امام فرصه العمر كما سبق وتكلم خويا، فرصة هذه تاع اليوم ما نظنش انا اليوم اتحاد العاصمة راح يزيد يضيع هذه الفرصة، لأنه ديجا كانت عنده من قبل وضيعها وشاف لي كونسيكونس ابري كي تضيع نهائي. مالا اليوم إن شاء الله على بالي أنا باللي اليوم اتحاد العاصمة راهو كيما نقولوا احنا راهو واعي واش راهو يستنى فيه. يعني تضيع نهائي اكيد يبقى حرقة في القلب حسين. والله إلى رابطة أبطال افريقيا ليس كأس جمهورية هذا الى يومنا هذا الحسره دائما تكون. بالك هو الشيخ علي راهو ديجا سبقنا في الميدان وكان ديجا نشط نهائيات، كي تلحق كيما نقولوا احنا رابطة ابطال افريقيا وتلحق الكاس خلاص ما راك لحقت العين لازم عليك تشرب، ولكن احنا في ذاك الوقت كان كيما نقولوا احنا دخلوا دي كونسيكونس اكسترا سبورتيف اللي ما خلوناش بالك نتوجوا هذيك، ونقدروا نقولوا ما من الحظ ثاني ما كانش معنا، كان مع تيبي مازامبي. هذه هي كيما كرة القدم دائما مليئة بالمفاجآت، نتمنى إن شاء الله الجيل هذا اللي راح يدخل احنا يدخل الاستوار. نعم هما مع موعد مع التاريخ يعني. حتى اللاعبين تاع الجيل تاعكم من نشط ذلك النهائي حسين، يعني في الآونة الأخيرة تحدثوا عن ذلك النهائي، اليوم الأمر المغاير أن الفريق راح يلعب في ملعب 5 جويلية وليس في بولوغين. افيك أنت تروبوزي دوكا حسين، تتمنى لو كان لعبتوا في 5 جويلية في 2015؟ والله انا مثلي مثل اي لاعبين اللي كانوا شاركوا في كاس افريقيا هذيك تاع اسمك، حبينا نلعبوا في 5 جويلية. 5 جويلية لهنا كيما نقولوا احنا المكان المناسب باش تكون كاينه الفرجه، باش تكون تشوف كيما نقولوا احنا السبيكتاكل سواء على ارضيه الميدان ولا على في المدرجات، ولكن احنا لعبنا في بولوغين بالك نقدر نقولوا احنا هي انا ذاك المسؤوليه كاع حملت الى المدرب حمدي. هل كلاعبين يعني كما قال لك عطيت روبوزي، هل كنتم متفقين انكم تلعبوا 5 جويلية او بولوغين؟
لا كانت 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 كان كان انقسام بين هذه كان كاين بالك مؤيد ومعارض كانوا بالك حنا لاعبين حنا كنا حابين نلعبوا في 5 جويلية وهذا شيء واضح لانك راح تلعب في حضور جماهيري كبير ايضا مام في ارضيه ميدان معشوشه طبيعيا راح يكون الامر مختلف على بولوغين راح تلعب في ارضيه اصطناعيه ولكن نقدر نقول حنا كانوا ثاني انا ذاك المسؤولين هما اللي خيروا لك حنا بالك نديروا لهم شويه ضغط في في بولوغين هذاك الشيء اللي خلانا بالك ما خديناش بعين الاعتبار هي وشو يقول نعرف اخويا كان تبع الكلام تاعو اللي ديسيداو يلعبوا في بولوغين غالطين كثير وبعد على شويه على كره القدم لان لورسكو اللاعبين هما يقولون نلعبوا في سان جوي خلاص حديت قياس خاطرش في التيران ماشي هما اللي رايحين يلعبوا توما اللي رايحين تلعبوا سي كوم ساك في الفوتبول لي جوار اون ديسيدي يلعبوا سون الاز انا نقول لك نروح نلعب لهي باسكو رايح نلعب ليه راح نكون الاز يعني. ومرتاح انت لا تحرمني ديني البولوغين ندي نعم. قال حاله لادفيرسي يجيب له يجيب لك هو هو لا سوبرفيسي كيف كيف ولكن يجيب لك ربي لادفيرسي يجيب له ربي ينجم يحكمك وزيد بارتون هنا غلطه هذه 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 غلطه وخلص كبيره وخلصها نعم. الفريق غالي يعني ضيع خلصها انا ضيع اللقب يعني ما تنجمش تلعب سي لي جوار انا واش نعرف ما كارير كاع سي لي جوار لي ديسيدي وين يلعبوا سوني جامي لي ديريجون ديريجون الرول تاعهم لا جيستيون دو سو كلوب اي دو سيت ايكيب يوفر الهايت واللي لي جوار يكون يلعب لو راست علينا انتم ما تدخلوش راكم هذا هو الفوتبول ولكن الفهمه انقلبت في الجزائر ولا فهمه واحد اخرى انا نقول لك حاجه الحظ بارفوا يكون الحظ ولا ما يحدش مانيش عارف غير ربي اللي عالم بالحظ هذايا اللهم بارفوا نقولوا كاين لا شونس بارفوا نقولوا ماكش لا شونس ولكن انا جو مي باس سور ما بتيت اكسبيريونس لوسكو تلحق في دي مومون باري لازم اون ايكيب ديجا براتيكمون لو ساتير موالفين يلعبوا كيف كيف هذه واحد هذيك لونتونت هذيك الانسجام كيفاش يقولها الانسجام يعطيك الصحه لا كويزيون هادو ما كاع لي زوتوماتيزم هادو يكونوا باسكو كاين لو ساتير موالفه تلعب كيف كيف وفي نيكيب باش تلحق في هادو يكون لازم لو كوليكتيف ينجم يتغلب على بلوتو لانديفيديوال او سيرفيس دو كوليكتيف باسكو كاين دي انديفيدياليتي ملاح اللي يسمى لحقوا فينال لحقوا فينال تشامبيونز ليغ عندهم دي جوار في المستوى احسن من هاد ليكيب هذاك انا ليا هذاك الفريق احسن من هذا الفريق كاع دولي سوا سوا ولكن يا في بوكو دانديفيدياليتي بور او ميم اي نون با او سيرفيس دو كوليكتيف باسكو كي يكون كاع ملاح وديرو سيرفيس دو كوليكتيف مفاهمه او طروس اوتوماتيكمون والو النجاح يجي يكذب عليك دوك اللي يسمى غدوه تلعب ايماجين ما يكونش برك بين الميليو تيرا ولا لين داتاك ما تكونش المفاهمه ما تنجمش الدور ما تنجمش الدور خاطرش انا ميليو تيرا نخمم بلي نروح منا باش نعطي لك منا انت ما تفهمنيش تفهم حاجه اخرى ما ننجموه سي با بوسيبل لازم علاش نقول لك هنا واش هو هالك فوتبول الجيريا قريب كل 3 سوايع يبدلوا لي كلوب لي جوار ضلوا يبدلوا صح ولا لا ضلوا يبدلوا دخولهم في الحومه يلعبوا طيب اليوم في سي ار بي غدوه يقعد عام وراح او مو سي ار بي بلوز مو هاد 4 سنين قاعد ستابيليتي ان شريك على بعث كلش مليح بحبوحه مليحه بصح من قبل كل جوار يضرب كاين اللي كاين يلعب فلالي مع الكلب تاعو الروتور يلعب ضد الكلب تاعو وراهم لي زوتوماتيزم وراه الفوتبول ميم لو بليزير دو جوي هذاك ناقص نعم الور كو انت تقعد في باغ اكزومبل في لوسما افيك لو ميم سالير ولا ناقص شويه ولا زايد 10 ملايين ايش بريفير ريح في لو ميم كلوب انا الحفاظ على الاستقرار والانسجام داخل نضرح منها سوا نعم